كيفنا؟ الحمد لله. دينا كلنا بنتمنى انك تضلك، وكلنا موافقين على انه امبارح الايفال تبعولك كان كتير منيح، بس يمكن البرايم كان اقل شوي، وفي بتعرفي مجبورين نقارن. اوكي، انا بالنسبه لي انت كتير محسنه، امبارح شفت نيانسات احلى، شفتك رايقه ومركزه على النفس وعلى البوزيسيون على كل شيء، بس انا بدي منك ترجعي تشتغلي على صوتك، لو شو ما صار معك، لو بقيتي لو فليتي، لتوصل الى مطرح صوتك ما بقى يتاثر بشيء ويلبي لك المغنى تبعك مثل ما انت بدك. ركزي على الميديوم هاي، وركزي على الميديوم، ركزي على الرينج، ركزي على الباساجات، ودائما اشتغلي صوتك لو شو صار معك تتحفظي عليه وتطوريه بعد اكثر. انت ليدي، ليدي بمعنى الكلمه، ليدي يعني بتعبي المكان اللي انت موجوده فيه، وانا عم بقولها بكل اقتناع. هلا نحن وصلنا لمرحله الصعب علينا اكثر من صعب عليكم، لانه نحن حتى بطلنا نعرف انه يا عمي البرايم اهم، لا الايفال قد ايه بدنا ناخذ نسبه البرايم، قد ايه بدنا ناخذ نسبه الايفال، مع انه انا امبارح لقيت ايفالك نظيف وقلت انه ايفالا نظيف. هلا هالمرحله هيدي الايفال نظيف بكفي او ما بكفي؟ لانه اليوم بدنا يمكن نكز شوي اكثر، لانه ما بقى بكفي يكون الايفال نظيف. كمان بالبرايم يعني حضوري كان جيد جدا، يمكن بالصوت في مطارح قصرت شوي، بس يعني المهم انه بدك تعرف انه منك نومينيه، لانه انت نومينيه، كلكن عم تتسموا يعني يعني نحن اليوم اثنين بيقولوا هيك، اثنين بيقولوا هيك، بس الكل تحت خطر، يعني عن جد صعبه، يعني كتير صعبه، وبرجع بقول لك صعبه علينا اكثر ما هي صعبه عليكم. شوفي الحظ ما ساعدك هالشهر الماضي، أخرك شوي ووقفتي لأنك سخنتي، هيدا كمان بيقلو دور. لهالجمعة نشكر الله صرت منيحة، تبين رجعت روحك، رجعت ليك ونفسك وحضورك كله رجع سوا، كله سوا. بس بتعرفي في ناس اشتغلت كتير طبعاً. بالوقت اللي أنت وقفتي فيه، بس أنا لإلي أحلى حضور على المسرح وأنت. وأنا بشكرك جداً، وأنتوا بتتعبوا معنا كتير وتعلمتوا منكوا حاجة كتير قوي. حبيبتي موفا. مرسي يا مرسي. باي باي. مرحبا. أهلين رفاير. كيفك؟ ماشي الحال. ماشي الحال. مش رح نقعد هلأ نكرر اللي قلناه لدينا، أنا بدي أسألك بس سؤال، أنت مبسوط من الإيفال تبعك مبارح؟ عادي. طب ليش عادي بهالفترة؟ يعني ليش عادي؟ ما فهمت أنا، أول شيء ما فهمت ليش رفت مع حدا تاني أولا، تانيا مش أنت يلي بتعمل هول الأشي، أنا عم بحكيك كحدا بيشتغل بالدراما يعني بالتمثيل، لأنه عم بحكي هلأ شيء تمثيلي، إنه معقول تكونوا بكونسير وتجي هي تقلك يا دب وأنت تقلها يا مدري شو؟ مش معقول، مش وقته هلأ، مش وقته، بعد في 6 تلاميذ. وبفهم انه واحد يشوف انه يمكن في غيري انا عامل غلطة، او في غيري كنا عم نقول لدينا، لا رح اقولك نحن وقطعنا مرحلة، نحن وعم نعمل نومينسيون بالاجتماع قطعنا مرحلة الاجتماع ابو 10 دقايق، يعني شو شباب مين الاضعف لقلكون؟ في فلان وفلان وفلان بدقيقتين ومنفل، عم نقعد بالاجتماع تنعمل نومينسيون ساعات. صرنا رافائيل، انا رح احكي عن صوتك لانه هذا اللي بهمني، وانا بعرف قد ايه انت بهمك صوتك، وبتعرف يمكن انت انك قوي بشخصيتك وتمثيلك وكل هودي، وبتحب كتير تشتغل على صوتك، هذا اللي انا بقدره فيك، انك هالقد بتحب صوتك، ولانك بتحب صوتك انا بدي بس اطلب منك شغله واحده، تعرف بالحياه تختار شو تغني، يعني انت بس عم تشوف الخيارات اللي بتكون عم تناسب صوتك عم بتكون كتير حلو، لأنه عم تزبط الأشياء وعم بيكون كل شيء متكامل مع بعضه. بحياتك الفنية فيما بعد بدي خيارات غير شكل تلبق الرافائيل، وبتخلي تبين كل نقاط القوة اللي عندك إياها، لأنه عندك كتير أشياء حلوة بصوتك. أنا عم بقلك أستاذة غنى، وأنا عم بقلك وثق بصوتك، ما تخاف منه وما تكون عتلين هم هو شو، بس لقيله الهوية اللي بتلبق له. موفق. مرسي كتير. مونشانس. مرسي كتير.